الأستاذ عدنان مندورة الأمين العام للغرفة التجارية بمحافظة جدة. حياكم الله وشكرا على تواجدكم معنا اليوم في يوم جميل الحقيقة. بارك. حياك الله يا أستاذ. تقييمك للبطولة الثالثة؟ والله الحمد لله، يعني الواحد ما يمدح نفسه زي ما يقولوا إنه هذه بطولة داخلية للغرفة التجارية. طبعا الواحد من سنة لسنة بيتعلم من التجارب، بيتعلم من الأخطاء. والحقيقة الشباب اللي اشتغلوا على التنظيم الدوري هذه السنة يعني تعلموا كثير، وكانت العملية منظمة بشكل حقيقة أفضل كثير، وساعدوهم الحقيقة في لجنة الاستثمار الرياضي في إنه يكون النهائي في هذا الملعب الجميل في أكاديمية النادي الأهلي. هل هذا النجاح يدفعكم لإنشاء نادي أو لصالح منسوبي الغرفة التجارية وموظفيها أو الأعضاء المنتسبين للغرفة التجارية؟ والله هذه فكرة حقيقة ما خطرت في البال، ولكن اليوم ما في شيء غريب. غرفة جدا اليوم الحقيقة عندها مبادرات كثير، عندها مبادرات الهدف منها إنها تعمل على تنشيط قطاعات الأعمال في جدة على وجه الخصوص وفي المملكة بشكل عام. اي مبادره تساعد على تنشيط هذا القطاع، واعتقد القطاع الرياضه اليوم قطاع يعني صار يعتمد على الخصخصه وفيه مجالات للنمو الكبير. كون اليوم الغرفه فيها 62 الف منتسب او شركه، اوكي، جدير انه الغرفه تفكر في هذا الموضوع. والله انت جبت لنا فكره الحقيقه يعني ما كانت في البال، لكن عندنا فكره عمل دوري ان شاء الله للشركات باذن الله حيكون في شهر رمضان المبارك. والحمد لله نجاحنا في هذه التجربة على المستوى المصغر في الغرفة يعني حتحمسنا كثير إن شاء الله إنه نعمل دوري بإذن الله للشركات ونقسم قطاع خدمي تجاري صناعي وهكذا. طيب سمعنا من مصادر خاصة إنه عندكم نية لإقامة الدورة مرتين في السنة. مرتين في السنة أنا أعتقد شخصيا أقول لك لا، فيها صعوبة بالنسبة لنا، لأن الزملاء اللي شغالين في التنظيم حقيقة هم عاملين في الغرفة وموظفين في الغرفة، فطبعا هذا بيستهلك من وقتهم الحقيقة وجهد كبير عليهم. فنحن يعني عشان مراعاة من ظروفهم، إلا إذا كان نحن فكرنا في توسعة هذا المجال إنه نخرج فقط من كرة القدم، فيمكن يعني ندرسها حقيقة بجدية مع قطاع الموارد البشرية، وربنا يوفق إن شاء الله. شاكرين لك.